فيلمنا اليوم بيحكي عن تجربة الموت ضمن أخطر قالب التاريخ، عن طريق تابوت ملعون بيقدروا من خلاله الانتقال لعالم الأموات ضمن تجربة تعتبر الأخطر من نوعها. بيبدأ الفيلم بكايل وجولي يلي بيكونوا طلاب جامعة وبيحبوا بعض، وبتكون حالة كايل المادية سيئة وبتقترح عليه جولي إنهم يسهروا سوا الليلة، بس هو بيرفض وبيقول لها إنه عنده دراسة. وبالليل بيكون قاعد عم يدرس وبحس بحركة غريبة، وبيطلع شخص اسمه جيرارد من طرف ماركوس يلي بيبيع لكايل مخدرات، وبيقول له إنه عليه مصاري وطول بسدادهم، وإنه هلأ حبيبته جولي يلي رح تدفع الثمن. فبيروح على بيت ست كبيرة وما بيلاقي حدا، بس فجأة بتظهر له وبيرتعب هو، وبيقول لها إنه هو من شركة التنظيف. فبتفوته وبتنزله على الأبو، وبيكون في تابوت كبير وسخ بيجي لينطفه، بس بتقله العجوز إنه هالشي خطر ولازم يرميه فورا، وبتطلب منه يوعدها إنه يتأكد بإنه دفنه كتير منيح. بس هو بيلاقي إنه هالشي مستحيل لأنه بيسوى التابوت مصاري كتير، فبيصوره وبينزله على النت للبيع. وبعدها بيقرر يفتحه وبيلاقي جواته كتير من ورق الشجر، فبيصير ينطفه وبتوقع ورقة على جنب، فبيمد إيده وبيلاقي شي غريب ومجموعة من المسننات وكأنها آلة ضخمة. فبيروح لعند زميله بالسكن ساتان ويلي بيكون هو كمان بيحب جولي، وبيخبره بموضوع التابوت وبيروحوا ليورجيه التابوت، وبيلاقي فيه مفتاح بيرجع لسنة 1952 لواحد اسمه فون تيرستن، وبيلاقوا المكان يلي بينحط فيه المفتاح وبيشغلوه، فبتشتغل موسيقى غريبة، وبيتفاجئوا انه ليش ممكن يحطوا موسيقى بالتابوت. فبيروح كايل لعند صديقه بلاد وبيسألوا عن الموضوع، فبيقول له انه فون تيرستن كان صانع لأدوات التعذيب، وهذا التابوت بيرجع للعصور المظلمة وسموه الشيطان وآلة إيدون، وأنه تيرستن كان مهتم بالعالم الآخر، وهذا التابوت بيعطيك نفس تجربة الموت بس بشكل آمن، وسموها كمان آلة الشبح وبتسوى الملايين من الدولارات. وهذا الشيء اللي كان بهم كايل، وبيرجع على البيت وبيكون ساتان عم يصلح براغي التابوت وبورجي اللي مكتوب عنه وأنه بينقلك للموت بدقيقة واحدة. وبقرر كايل يجربه وبياخد سمكة بيحطها بالتابوت وبيشغله، السمكة بتموت، ولما بتوقف الموسيقى ترجع السمكة للحياة. بعدها بيقعد كايل بيدخن وبيجي لعندهم بلاد ليدرس التابوت، وبيقول لهم اوعكم تجربوه، بس بخبروه انه جربوه على السمكة ورجعت للحياة بشكل طبيعي. فبيقول لهم بلاد انه جسم السمكة بيختلف عن جسم الانسان، بس بالرغم من هالشي بيصمم كايل انه يجرب، وبيتسطح بالتابوت وبيشغله، وفجأة بيتحول لشبح وما حدا فيهم بيكون شايفه، وبعد ما تخلص التجربة بيرجع سليم. وبيقرر ساتان يجرب حظه، وبيكتب كايل ورقة وبيخفيها عنه مشان أول ما يصير شبح لازم يروح على هي الورقة ويعرف يلي فيها ليتأكدوا إنه يلي عم يصير حقيقة ومو تخيل. وبالفعل بتبدأ تجربته وبصير شبح، وبشوف كايل عم يحكي مع جولي يلي بتكون معصبة عليه لأنه عم يسرق منه مصاري من بطاقة البنك تبعه، فبيقول له إنه حيرجع له كل شيء وإنه في شيء جديد عم يشتغل عليه حيحقق له أرباح كتيرة. ولما بيصحى ساتان بيسأله كايل إذا عرف شو في بالورقة، فبيقول له إنه ما شافه بس شاف خناقته هو وجولي. وبلاد بيكون ماشي وبشوف شحاد قاعد قدام باب الفندق، فبيقول له يمشي، بس الشحاد ما بيرد عليه وبيكون شكله غريب، وفجأة بيظهر شبح غريب لبلاد، فبيفوت لجوا وبيطلع كل هذا تخيل. ولما بيكون كايل عم يفرش اسنانه بيظهر له الشبح من وراه كمان وبيختفي. وبيقرر كايل يرجع يستخدم التابوت، بس بيكون الغلط اللي ارتكبه انه ما قالوا شي عن الشبح الحارس للتابوت. وبيحول كايل حاله للشبح وبيروح على المتجر وبشوف رمز فتح قفل المتجر وفتح قفل الخزنة، ولما بيرجع للحياة بيروح بيفتح المتجر وبياخد المصاري اللي بالخزنة والمسدس. وساتان بيستغل غياب كايل وبيقعد بالتابوت وبصير شبح، وبيروح لعند جولي وبصير يتأملها، بس الحقيقة بتخلص فورا. وبيروح كايل لعند تاجر المخدرات ماركوس وبيعطيه مصاري، فبيعرض عليه ماركوس مخدرات كمان، بس كايل بيرفض وبيعصب عليه ماركوس وبيقول له إذا تأخرت مرة تانية بالمصاري رح أقتلك فورا. ولما بلاد بيكون قاعد عم يدرس موضوع التابوت بيلاقي نقط دم نزلت على الدفتر، وبيعرف إنه هي الموسيقى يلي بالتابوت موسيقى شيطانية، وبدق لكايل بيخبره، بس كايل ما بيكون مهتم غير بالمخدرات يلي معه. وبالليل بيروح كايل لعندهم وبيكون ساتان عم يصور، وبيتحول كايل لشبح، وبيروح لعند ماركوس وبيشوف جيرالد وين عم يخبي المخدرات، وبيقدر يعرف وين عم يخبوا المخدرات. ولما بيرجعوا بيسأله ساتان عن تجربته، فبيقول له كأني كنت بالجنة. بعدين بيطلعوا على السمكة بيلاقوها ماتت، وبيطمنهم ساتان إنه هيك أنواع من السمك بتموت عادي. وبعدها بيصير دور ساتان وبيتحول لشبح، وبيروح على الجيم تبع جولي وبصير يراقبها، وبعدين بيشوف إنه كايل اتصل فيها واعتذر لها على يلي صار، فبيعصب ساتان وبيخبط الخزانة، وبنعرف إنه الشبح بيقدر يلمس الأشياء. وبيكون بلاد عم يدرس الموسيقى الموجودة بالتابوت، وبيلاحظ فراغ غريب بين مقاطع الصوت، وبيعرف إنه اسمه سيفن هات، وبيعمل تجربة على دبانة وبيشغلها الموسيقى وبتموت الدبانة، وبيقول إنه أكيد هالموسيقى بتأثر على الكائنات الضعيفة مثل الدبانة والسمكة. وكايل بيروح بيقابل جولي وبيخبرها إنه سدد كل المصاري اللي أخدهم منها، وإنه خلالها شوي كمان مشانها،
فبتسأله من وين هالمصاري وبيقول لها ما بهم هالشي. وهنن عم يحكوا بيتصل في بلاد وبيخبره أنه التأثير مو من الموسيقى وإنما من الترددات يلي بعدها وهي يلي بتأثر على العقل وأنه العقل بيموت فعلياً لمدة دقيقة وأنه بكل مرة حيفوت على التابوت عقله وجسمه رح يضعفوا وممكن يؤدي هالشي للموت. ولما بيخلص مكالمة مع بلاد بيلاقي جولي مشيت وبعدها بيروح كايل بيطلع المخدرات من المكان يلي مخبينا فيه وبياخد كل المخدرات. وبلاده هو عم يبحث بحس راسه مجروح وبينتبه إنه في حدا مر من وراه ولما بيقوم ليشوف مين بيظهر له الشبح الحارس للتابوت وبصير يطارده لياخد روحه بس بلاد بيوقع من على الدرج وبينخبط راسه وبيموت. وبيكونوا ساتان وكايل قاعدين وعم يستنوا بلاد وبيتسطح كايل بالتابوت وبيتحول لشبح وبيروح بيشوف جيرالد وماركوس وبيلاقيهم عم يعملوا نوع مخدرات بشكل عشوائي بس ليبيعوا العالم. وساتان بيروح لعند جولي وبيقلها إنه علاقتها هي وكايل منيحة وبيعطيها الصندوق يلي هدته لكايل. ووقت بتفتحه بتلاقي إنه كايل مخبي فيه المخدرات تبعه. ولما بيكون كايل عم يشرب مي فجأة بيلاقي حاله عم ينزف وتمه كله دم وبيطلع من الشباك بيلاقي شبح مخيف بس بيطلع عم يتخيل ويلي برا شرطي. وبيخبره إنه بليد مات وآخر شي تركه هو رسالة إلهم كاتب لهم فيها إنهم ما رح يقدروا يخدعوا الموت. بعدها بيروح بياخد فأس مشان يدمر التابوت. بهذا الوقت بيصل ساتان وبيتفاجأ كايل إنه ساتان رجع للحياة ورجع يمشي. فبيقول له ساتان إنه التابوت عطاه القوة وبيقول له بعد عن التابوت وما تدمره. بس كايل ما بيرد عليه وبصير يكسر التابوت فبيهجم عليه ساتان وبصير يضربه فبيغمى على كايل. وساتان بيسرق التابوت وبيقعد فيه وبيروح على هيئة شبح لعند جولي. جولي بتحس بحركة غريبة وساتان بياخد حب مخدر من خزانة الأدوية وبيحطها بكاسة جولي وجولي بتشرب من الكاسة وبتصير الكهرباء تشعل وتطفي وبيهجم عليها ساتان وبتصير الغراض توقع وتطير بالهواء. وبهذا الوقت بيصحى كايل وبيروح فورا بيحاكي جولي ليطمن عليها وبتقول له انه ساتان هون وعم يهاجمها بس هي مو شايفته وحاسه بهالشي وبتقول له انه بتحبه. فبيروح بسرعه بياخد مسدسه وساتان بيرجع لطبيعته وبياخد جولي وبيمشي. ولما بيصل كايل بيكون مشي الحال وساتان خطف جولي بس بيقدر كايل يعرف مكانهم عن طريق صاله البوكسينج تبع جولي. وساتان بيكون صار يقدر يتحول لشبح ايمت ما بده والمده يلي بده اياها لانه سجل الموسيقى. وبيفوت كايل وبيكون حاسس بساتان حواليه وبيرمى الكشاف من ايده وبيحاول يفهمه لساتان انه التابوت خلاه يصير مجنون. بس ساتان بيهجم على كايل وبيفوت بالحيط وكايل بيفوت وراه فبيحبسه وبيقفل عليه الباب. وبيروح ساتان لعند جولي وبيقول لها صرخي قد ما بدك لانه كايل ما رح يقدر يعمل لك شيء. وكايل بيقدر يلاقي مخرج وبيركض ليلحق مصدر الصوت. وبعد ما يطلع على السلم بيلاقي بوشه الشبح حارس التابوت بس كايل بيكون طبيعي وبيقول له انا مخايف منك فبيختفي الشبح. وبيقدر كايل يصل على مكان التابوت فبيفتحه وبيقيم منه جسد ساتان وبيرميه وبيحس بهالشي ساتان وبيروح لعنده. فبيهدده كايل بالمسدس وبيقول له انت رفيقي ومستحيل اقتلك وبيقوس على التابوت فبيشعل نار. فبيهجم عليه ساتان وبيكون رح يوقعه من على السطح بس كايل بيقدر يتمسك. وبتجي جولي وبتحاول تقوس ساتان بس ما بتصيبه وكايل بيرجع بيطلع وبيتقاتل مع ساتان وبيوقع ساتان من على السطح وبيموت. وبتطلع روحه وبيفكر حاله رح يبقى كشبح بس بيجي حارس التابوت لأنه إذا حدا استخدم هذا التابوت ومات الشبح له الحق إنه ياخد روحه. وبيكون كايل زعلان عليه كتير وبعدها بيروح لعند الست العجوز يلي راح من زمان لينظف للبيت وبيقلها كان معك حق إنه لازم ندمره. وبتطلع هي كمان ما لقدران تدمره لأنه شبح وحارس التابوت كان مستني التابوت يتدمر مشان يقبض روحها ويحررها هي كمان. ولهون بتخلص قصة الفيلم. وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.